عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نصايب واحد الكيك كيجي غزال غزال غزال، وكيجي اسبنجي وكيجي غزال البنات شايفوني. المهم ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا عندي الخل للبنات، غادي ندير 5 المعلقات ديال الخل. عندي هنا كاس ديال المعاه ديال البنات بارد ديال القرعه. عندي العباره البنات ديال كاس ديال العنبه انا عبرت. عندي كاس ديال السنيده، عندي كاس ديال الحليب، 4 البيضات، عندي واحد 3 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الفورس العادي الفورس المزيان. عندي هنايا عندي خماره عندي فيها 15 غرام البنات. عندي هنايا واحد فانيا. مهم ندوزو المقادير. مهم عندي غادي ندير هنا السوائل هما الاولين. بسم الله. انا بعد ما درت هنايا 4 البيضات غادي ندير الماء، غادي ندير السكر، غادي ندير كلشي السوائل هكا، وغادي نحرك هادشي مزيان. هو الخليط بعد ما طرب ليا، دابا غادي نجي نضيف الطحين. شويه شويه كنضربو هكا شويه باش ما يطيرش ليا الطحين. غنبقى نزيد بشويه بشويه حتى نكمل هاد الطحين هذا اللي عندي. انا البنات راه ديجا مغرب لا الطحين. صافي غنبقى نخلط. ها هي البنات دابا من بعد ما خلطت الدقيق غادي نزيد حتى الاخر، عاد كنزيد انايا الخماره وغادي نزيد الخل. صراحة كتجي زوينة وكتجي مفشفشة بزاف بزاف البنات. نخلط هذا شفتو العجينة كيفاش الخليط كيفاش كيجي كيجي ثقيل هكا. دابا غادي نجي هنايا غادي ندير 5 المعلقات ديال الخل. البنات ما تخافوش زعما كاين ريحه الخل يعني بزاف، ولكن راه ما كيعطيش ريحته، وبصراحه كتجي زوينه زوينه. جوج ثلاثة أربعة خمسة. ها هو البنات الخليط. دابا غادي ندوز غادي نخوي في المول. ها هو الخليط. انا غادي نجيب هاد المول البنات ديجا دهنتو بالزبده وبالدقيق هكا باش ما يلصقش ليا. دابا غادي نجي بسم الله وغادي نخوي وغادي نهز ليدي الفوق هكا باش هذاك الهواء يحيد ليا. هذا هو بصراحه سر النجاح ديال الكيك، يعني ملي كتبغي تخوي كتهز يدك هكا الفوق نخبط واحد شويه باش يحيد الهواء. ها هو فينا هو. دابا غادي ندخلو الفران 150 درجه، غادي نشعل عليه غير من التحت حتى يطيب ليا وعاد نشعل عليه من الفوق. هاد الكيكه بعد ما طايبت ليا ها هي فين هي كيفاش كتجي كيفاش كتكون منفوخه بزاف بزاف البنات. المهم انا غادي نقلبها دابا بسم الله. شفتوا
شو هالبنات كتجي غزاله. هانتوما شو السكن ديالها. دابا انا غنزينها هنايا غير بشويه ديال المربى ديال المشمش، وعندي هنايا واحد شويه ديال الكاوكاو مقرمش. ممكن البنات اللي بغى يكتفي بها بحال هكا يكتفي بها، واللي بغى هكا يدير غير شويه ديال الكونفيتير ديال المشمش ولا اي حاجه ممكن يديرها، يعني تزين كيبقى على حسب الرغبه. كتجي البنات خفيفه وكتجي زوينه زوينه زوينه. نتمنى تجربوها وتردوا عليا. هذا الشكل هكا ونديرها مزيان هكا. هانتوما البنات غادي نجيب هذا الكاوكاو المقرمل ونديرو بحال هكا، غادي نزين به. هاهي فهمي البنات، هاهي كيفاش كتجي. هاهي غادي ندوز نقطعها معاكم وتشوفوا. هانتوما البنات كيفاش كتجي، كتجي طالعه وغزاله غزاله غزاله كتجي البنات. تيقوني ربي كتجي غزاله. المهم نقطعها معاكم، نقطعها هكا وتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتجي هشه وكتجي زوينه البنات. هانتوما كتجي رطبه، شوفوها كيفاش دايره، رطبه رطبه البنات، وكتجي زوينه 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 بزاف. نتمنى تجربوها وتردوا عليا البنات، وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، وما تبخلوش عليا بتعليقكم الزوينين. والى الفيديو القادم ان شاء الله.